السلام عليكم. ندمت اني ما عملت هيدي الاكلة من زمان، كان لازم اعملها لان طريقتها كتير سهلة والطعم لا يوصف. بالبداية عندي هون مثل ما شايفين الرز، انا استخدمت الرز الحبة صغيرة، رح اضيف عليه المي واتركه لمدة نص ساعة ينتقع كتير منيح. بهيدا الوقت انا رح جهز الخضرة، عندي هون الجزر، أحبائي إذا كنتم من المتابعين الجدد وأول مرة بتدخلوا لعندي على القناة والمحتوى حبيتوه حابين يوصلكم كل جديدة، انزلوا هلأ لأسفل الفيديو كبسوا اشتراك، فعلوا الجرس كبسوا على كلمة الكل ليوصلكم مني كل شي جديد. هون عندي الفلايفل الحلوة كمان قطعتها، عند الفطر طبعا الكمية فيكن تكتروها حسب الرغبة أو حسب أفراد العائلة. عند الهوت دوغ فيكن تستخدموا بدل الهوت دوغ السجق، هيدا الموضوع اختياري. بالمقلاة حطينا زيت زيتون ورح نباشر بقلي الخضرة اللي نحن عملناهن، وأيضا رح نقلي الهوت دوغ. رح نباشر بالتقليب لحتى يتدبلوا شوي صغيرة عندي. هون مثل ما شايفين بلش يتقلوا، رح قلبهم. رح نزل كمان الخضرة، الجزر اول شي، رح نعطيهم تقليبة مثل ما شايفين، وبس يتدبلوا رح نباشر بتنزيل الباقيين. رح نزل هلأ الفلايفل الخضرة، طبعا فيكن تستخدموا الألوان إذا بتحبوا فلايفل ألوان، وفيكن أيضا تستخدموا الفلايفل الحارة، هون أنا استخدمت الفلايفل الحلوة. نزلت الفطر مثل ما شايفين، حطينا الملح. بالإضافة للملح فيكن تنزلوا توابل اللي انتو حابينها، بس انا بفضل الفلفل الأسود، او فيكن كمان تنزلوا 7 بهارات او البهار المشكل. هون بعد ما تقلوا كتير منيح رح نزل صويا صوص مثل ما شايفين، بيعطي نكهة كتير لذيذة للخضرة اللي نحنا طبعا قطعناها مع الهوت دوغ، وبيعطيهم ريحة ذكية جدا. بعد ما تدبلت عندي كل الخضرة مثل ما شايفين رح ننزل الماي، نترك الماء لحتى تغلي كلياتها مع
الخضرة والهوت دوغ اللي حطيناهم. بعد ما غلت المي بهذا الشكل رح نزل الرز اللي انا نقعته من نص ساعة. بالنسبة لكمية الرز، كل كباية رز بدها 2.5 كباية من المي. يعني انا هون حطيت المي فوق الخضرة حسب كمية الرز اللي انا حطيتها. طريقة كتير سهلة، طريقة لذيذة جدا ومغذية كتير، وكمان سريعة كتير، واهم شي انها كتير طيبة وما بتاخد وقت. هوني كفيت، بعد كانت عندي شوية رز رجعت زدتهم، وهلأ رح نزل 3 بيضات، 3 بيضات كاملين، ورح نخليهم عيون مثل ما شايفين لحتى نحصل على شكل كتير مرتب وقت طبعا تخلص عنا الأكل. رح ننزل رشة خفيفة من الملح، ما رح نكتر ملح لأنه نحن أصلا ملح، لأنه أصلا نحن حطينا صويا صوص وهو فيه ملح، وكمان حطينا ملح شوي صغير بالخضرة. هلأ رح نغطيهم شوي، بعد 5 دقايق رح فرجيكم كيف رح يصيروا. هون بعد 5 دقايق مثل ما شايفين بلش يستوي عندي بياض البيض، رح ارجع اغطيهم واتركهم. شفتوا؟ طبعا انا مخفف النار على ادنى درجة وحطيتهم على نار كتير خفيفة، وهون عندي صاروا جاهزين مثل ما شايفين. وهلا يلا لنقدمهم مع بعض. بالنسبة لطريقة التقديم، بنخلطهم كلياتهم بقلب بعض وبنحطهم بطبق وبنحطهم بطبق وبنقلب الطبق على طبق تاني على صحن ليعطينا شكل كتير حلو. واخر شي رح نزينه بطريقة كمان هيك تكسر كل الالوان مع بعضها. هيدي طريقة التقديم. على فكرة ريحتهم ما شاء الله كتير كتير ذكية وحلوة كتير، انا بنصحكم تجربوها. واكيد ما رح يضل هيك، رح اكسر الالوان. كسرنا اللون بعرق بقدونس، وهلا انا بدي ودعكم. ان شاء الله تكون هذه الطريقه عجبتكم. الى اللقاء.